أهلا بكم أحبتي تلاميذ الصف الخامس في مراجعة دروس القراءة العربية. درسنا هذا اليوم إن شاء الله راح ناخذ الأسماء الموصولة اللي كنا أخذتها بالرابع. طلاب الحلوين طلعوا لي صفحة 28 التدريب رقم 2. صفحة 28 التدريب رقم 2. لاحظ عزيزي الطالب انطاك الأسماء الموصولة وقل لك ضعها في الفراغ. احنا أخذنا الأسماء الموصولة الذي تستخدم للمفرد المذكر، اللواتي لجمع المؤنث، الذين لجمع المذكر، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المؤنث، التي للمفرد المؤنث. نضع هذه الأسماء الموصولة في الفراغ المناسب. التلميذ المهذب هو الذي يطيع والديه ويحترم معلميه. إذن التلميذ هو مفرد مذكر، نضع له الذي. التلميذان المهذبان هم اللذان يساعدان أهلهما ويحترمان معلميهما. التلميذان هما مثنى مذكر. التلميذتان المهذبتان هما اللتان تساعدان أهلهما وتحترمان معلميهما. التلميذتان هي مثنى مؤنث. التلاميذ المهذبون هم الذين يساعدون أهلهم ويحترمون معلميهم. إذن التلاميذ هو جمع مذكر. التلميذة المهذبة هي التي تساعد أهلها وتحترم معلمها. التلميذة هي مفردة مؤنثة. التلميذات المهذبات هن اللواتي يساعدن أهلهن ويحترمن معلمهن. لاحظوا اللواتي لجمع المؤنث، التلميذات المهذبات، إذا نستخدم لها اللواتي. هذه أسماء موصولة. راح تكتبون هذا التدريب مرة واحدة في دفتر القراءة إضافة إلى تنزيل كلمات موضوع المحادثة والتعبير الكتابي. شكرا على دعوة. راح تنزلوا لي فقط الكلمات اللي تحت خط، وهي إدارة المدرسة، مجلس الآباء، الدعوة الكريمة، فبدأت تكتب، يحقق التعاون، اهتمامكم. إذن هاي الكلمات اللي تنزلوها في دفتر القراءة، أو العفو، في دفتر تنزيل الكلمات الصعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.